ايه اللي رجعك؟ متضايق اني رجعت؟ امشي تاني؟ رجعتي تاني ليه يا جليلة؟ خلقاتي اللي معايا اتوسخوا، وكسلت ابعت اجيب خلقات تاني، محدش حافظ دولابي كيفي. عارفة جليلة؟ لو كنت رجعت من يومين او بعد يومين كنت اتبسطت، بس رجوعك النهارده ضايقني. ليه؟ هو في حاجة حصلت النهاردة أنا ما أعرفهاش؟ لا، في حاجة النهاردة بالذات شكلك تعرفيها. لو قصدك على 24 ساعة اللي أنت مديهم لعساف تبقى غلطان. أنا خلاص عملت اللي عليا في الموضوع ده وعداني العيب. عملت اللي عليكي كيف يعني؟ رحت قابلت عساف، ولو مخك جابك إنك تمد يدك علي تاني ورحمة أبوي هيكون آخر يوم ليا معاك. أنا اللي قلت لك إني رحت قابلته، وأقول لك كمان رحت قابلته ليه. رحت قلت له يمشي ويسيب البلد، وإنه هيتقتل لو ما مشيش. ما عايزهوش يتقتل، ولا عايزك تنحبس، ما عايزاش دم تاني، ما عايزاش ولدي يشوف أبوه وهو بيتقتل. حاجات كتير ممكن ما تحصلش لو سمع كلامي ومشي. ما اسمعش يا غفران، ما اسمعش ولا كلمة من اللي أنا قلتها. الكبر اللي عنده ما يقلش عن الكبر اللي عندك. عايزاني أقول لك هيدلوك، قابلتيه تاني ليه؟ ولا أقول لك عداك العيب يا بنت الأصول وباقي على طليقك؟ ولا خمض عيني واعمل نفسي مش شايف انك رجعتي يوم ما عرفتي ان النهارده اخرته؟ ما عايزاش حاجه ولا فارق لي حاجه. انا قلت لك انا عملت ايه وليه، ولو عايز تعرف انا رجعت ليه. رجعت عشان لما جيت لي عند اخوي قلت لي احسبي حسبتك صح وباب بيتك مفتوح، ودينا ها في بيتي. يعني حسبتي اتحسبت وردي رجعتي، إلا لو حسبتك أنت اللي اتغيرت يا غفران. قبل طلوع عساف كنت مالي يدي، وحسبتي كانت محسومة في راسي، وكنت عارف إنه لما هيطلع هيقول لأمك قدام جليلة وحمزة، وجليلة وحمزة هيقولوا غفران، ما فيهاش كلام. بس اللي حصل غير كده يا جليلة، اللي حصل برجلني. من أول ما المراية اتكسرت من يدك، كسرتك للمراية كسر معاها كل حسابات يا جليلة. ويا عالم لسه الجاي في إيه؟ أنا عايزك تعرف حاجة يا جليلة، أنا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك، وأكتر حد ممكن الواحد يكرهه اللي ما يقدرش حبه.